الآن مشاهدينا نتعرف على الأحوال الجوية. لك محمد مرة أخرى. شكرا زهر وشكرا إيمان. إلى أحوال الطقس وأبرز درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والواجهة البحرية والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى. القاهرة 34-25، الإسكندرية 30-24، مطروح 30-24، بورسعيد 32-25، الإسماعيلية 35-23، وإلى السويس 35-24، العريش 32-24، طابة 37-25، شرم الشيخ 40-30، الغردقة 39-28، وإلى الأقصر 42-27، أسوان 43-29، الوادي الجديد 40-27، شلاتين 38-29، حلايب 35-29. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.